السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد، بدنا نعمل جيل بريك لجهاز ايفون 6S بلس بخطوات سهلة وبسيطة. رابط تحميل ادوات راح اترك لك اياه بالوصف. يا ريت نركز في الفيديو عشان الامور تكون سهلة. الاصدار تاع التليفون 15.8، طبعا هذا اخر اصدار له، ما في شيء احدث. الجهاز فاتح ما عليه جيل بريك. بنزل 3 تولز، راح اترك لك رابط تحميل الاداء وراح ينزل بالشكل هذا. هذا الملفات هاي يا جماعه تساعدك في تعريف الدرايفرات تاعت الجهاز. بنزلها اذا كان عندك مشكله بالتعريفات، ما كان عندك مشكله بتشغل الاداء مباشره. نفتح الاداء. تفتح معنا بالشكل هذا. طبعا هي اخذت الخيار مباشرة لانه من 15 ل 16 هاي هذا الخيار اللي بدعم الجهاز اللي انا شغال عليه. هي بتختار يعني بعد ما تقرأ الجهاز. بدك تعمل له روت كامل للجهاز بتعمل هذا الخيار، بدك تعمل له روت بسيط تعمله بالخيار الاول. اول شيء بنعمل نيكست. هيك بدخل الجهاز بوضع الريكفري. هاي الخطوة الأولى، بدخله لحاله بوضع الريكفري زي ما شفتوا. أعطاني على الشاشة هون نكليك ستارت وضلك ضاغط على الباور والهوم في نفس الوقت. فبنيجي نضغط على الباور والهوم، بعد ما نضغط ستارت مباشرة بنضل ضاغطين عليه. الطريقة اللي أنا نرجع أدخل في وضع الريكفري، مش مشكلة بنرجع بنعيدها كمان مرة. اختار الخيار الثاني، نعمل التالي وبنعمل، بس أنا المرة هاي ضغطت خفض الصوت والباور والهوم. هلا أرفع إيدي عن الباور وخفض الصوت عشان يضل وضع ريكفري. بس يا جماعة عندي مشاكل في الكاميرا، بدأت العملية. Smartphone stuck for you. ShareShare provides the best solutions. استني بشغل الكاميرا على برنامج بالتليفون. البرنامج بيضل يتصل كل ما يجيني مسج. بشيكه على برنامج اي بي كام. ان شاء الله راح مسافرة خليها بس يعني التصوير. هنا بياخذ العملية لحاله وبلش. راح ننتظره لغاية ما تكتمل العملية. يعني ما بنعمل ولا اي شيء بعد ما دخلناه بوضع الديف مود من بعد الريكفري، هو راح يكمل كل الخطوات. طبعا شو الفائدة انك تدخل من وضع الريكفري على الديف مود؟ عشان ما يخرج من العملية او تفشل العملية. وهي الخطوة ضرورية جدا، وهي المشكلة اللي بتصير عند الجميع، يعني كل الناس بتطفي على نفس المشكلة. انه الجهاز بيفشل بيطلع من وضع كذا، كلهم نفس الموضوع. فبكون هو مش داخل ريكفري من بعدها على وضع الديفيون. هون اعطاني دن، اضغط له دن ونشوف هون الجهاز. نفتح تولز، نتأكد من العملية تمت. احيانا ما بياخذها من اول مره، بتضطر تعطيها كمان مره عشان ياخذ. واحيانا بياخذها من اول. شوف 3 تول. طبعا 3 تولز ما راح يرضى يفتح وهي الاداه فاتحه، راح اعملها
هون اغلاق. بعدها راح افتح 3 تولز. يعني جربت تفتح 3 تولز وانت شغال على الاداة راح يخرج مباشرة. زي ما انتم شايفين جيل بريك اعطاني هون يس. شو نوع البريك اللي نادب على هذا هو بريك. يعني تختاروا للخيارات اللي فيها تغيير البرامج امورها واسعه مو باجل والاحسن انه يعرف يعني خيارات كل هذا تفوت على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة كبيرة فيديوهات ان شاء الله تقي الينا فيديو لكل جهاز ان شاء الله مجانية يعني كلاود وما بده يمسح الاي كلاود يعني يعمل فورمات وبيخاف انه جهازه يسكر راح يفتح معك بشكل طبيعي جدا وبشبكة بشكل كامل. عندك هون كمان ادوات التي اف تي لا تخطي حساب جوجل وأجهزة لينوفو وأوبو وجميع الأجهزة بشكل عام شرحنا عليها كثير وفي عليها كثير فيديوهات. تقدر أنت تشوف فيديوهات الخاصة بالسوفت وير من قائمة التشغيل بتوجه لقائمة التشغيل FRB هاي القائمة تقدر تتوجه لهاي القائمة بتلاقي كل الشرح اللي بدك إياه في موضوع السوفت وير. هاي القائمة تلاقي هنا في عندك 66 فيديو تقريبا فيهم شارحين حتى بأنواع الأجهزة يعني كل جهاز طريقة عمل السوفت وير له شرح كامل. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.